السيد رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد توفيق حكار أسدى تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة التي أسسها لهذا الغرض قصد رفع وتيرة العمل وإطلاق كل المشاريع 121 عبر 37 ولاية قبل نهاية السنة. وإن شاء الله ولاية خنشلة استفادت من 4 مشاريع على مستوى 3 بلديات، هذه كعملية أولى، وإن شاء الله تكون عمليات أخرى في القريب العاجل.